أسبوع جديد تستعد القاهرة لدخوله وليلها ليس كما هو معروف عنه، والسبب حظر التجوال. مدرعات الجيش وسيارات الشرطة استبدلت سيارات المواطنين التي كانت الشوارع تكتظ بها في ذلك الوقت، وآراء المواطنين حول ما يحدث مختلفة. أنا شايف إن اللي بيحصل دلوقتي يعني هو يعني بمثابة التخويف للناس وتعودها على إن محدش ينزل الشارع يقول رأيه عن طريق إن أنا جاي أحميكوا وأنا اللي جاي أنقذكم من الإرهاب. رأي يحمل انتقادا ضمنيا للسلطات الحالية، لكن رأيا آخر يدافع عن الصورة الحالية في الشارع. انا شايف ان الحظر الحقيقه فادتنا كلنا، ان مساعدنا يعني تعرف احنا ما رحنا كده الاول الشارع لقينا الشرطه والجيش واقفين، في امن، في امان. ممكن انا انزل وقت الحظر وما احسش ان في حاجه في الشارع، فاهم؟ انا قبل كده ممكن انزل اتقلب وممكن يحصل لي حاجات وممكن بتاع، دلوقتي ما اعرفش ان يحصل اي حاجه. حظر التجوال الحالي مختلف عن اي حظر سابق شهدته مصر في جديته. هكذا يقول كثيرون ممن يمرون على لجان الجيش والشرطه خلال ساعات الحظر، غير أن جدية الحظر لم تمنع وجود ما قد يشد الانتباه في الشارع المصري. ثلاثة بيج صح؟ عايز تدبل؟ عايز تدبل في الحظر اللي احنا فيه ده؟ فمن جيل الشباب هناك من يستغل وقت الحظر في ممارسة لعبة ما، ومن الجيل الأكبر سنا هناك من يقضي وقته في حديث حول الوجهة التي تمضي إليها مصر. وهكذا فأغلبية من ليس لهم أي انتماءات أو ميول سياسية في مصر يقضون ساعات حظر التجوال بطرق مختلفة، لكنهم يتفقون على استقبال الساعات الأولى من كل يوم جديد بتمني مستقبل أكثر أماناً لوطنهم.